بسم الله الحمد لله والله هذا بصائر منه، يعني القرآن الآية هو نور يهدي للتي هي أقوم، نور وعز مشير وعز من يهديكم يوريكم ما يصلح بكم في دنياكم وآخراكم. هذا بصائر الناس يستدين لك ريفايوف دي فيما الدين وهدى ورحمة ميزيليكور لقوم يشكون يتكلمون الخيرات اليربانية للذين عندهم يقين بالله يقولون ديو فرمومون يصون دوكا دود. والسلام على رسول الإسلام.